السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رحب بكم أجمل ترحيب بحلقة جديدة من برنامجكم على الماشي اللي يجيكم عبر شاشة الفرات الفضائية. محور حلقة اليوم راح يكون مهم وبنفس الوقت استثنائي. محور حلقة اليوم راح نحكي به عن المساحات الخضراء، أكيد المساحات الخضراء اللي نفتقدها بالعراق واللي يعاني منها العراق، ومثل ما تعرفون احنا عندنا تصحر ولازم نقضي عليه. حتى تعرفون تفاصيل هاي الحلقة راح نكملها أنا وأنتم والناس، وجوائز اليوم هواي ومفاجآتنا هم هواي. يلا تعالوا حتى نكمل مشوار الحلقة. شلونك؟ زين؟ الحمد لله. شو اسمك؟ حيدر. حيدر يا اهلا وسهلا، بالله تعال منا. شلونك؟ حبيبي بخير. زين؟ الحمد لله، الله يخليك، الحمد لله. شنو رايكم بالنظارة مالتي؟ فول. فول مو؟ فول. هسه راح نعرف موضوع البرنامج تبقى بالنظارة. ترى كذا بالنظارة مالتي مال المصور هذا حسن دويش. حلوة علي. احنا طوال انا حسن مو؟ كلش. كلش. يلا، رحب بكم اجمل ترحيب برنامج على الماشي. محور حلقة اليوم نحكي بيه على المناطق الخضراء، بما انه احنا ما عندنا مناطق يعني بها زراعة، والترابة ما شاء الله صار فوق الاسبوع عدتنا، اليوم يلا يعني صار يومين شوية بدا الشارع يتنفس. شنو تحس شنو الاشياء اللي تنقصنا على مود نوفر بيئة مليانة خضار ومليانة زرع ونبات وتكون طبيعية وبنفس الوقت تفيد الانسان؟ ما اعرف شيء يقول لك. ما تعرف شو تقول لك؟ ما اعرف شيء يقول لك. معزوم غير عرس الولد. شنو الاشياء اللي تنقصنا على مود نوفر بيئه تليق بينا يعني وبيئه مليانه اكسجين وطبيعه؟ والله يا حبيبي يعني هو الحزام الاخضر من قبل يعني هالمشروع، واكو هيك مره طلعوا انه اكو داره مال التشجير وهاي، بس كل شيء ما جاي يسوي. المفروض يعني المناطق النائيه مثلا الصحراء الهاي يسوون بيها الزراعه، المتنزهات يمين يخلون بيها مثلا تشجير. في هيك حاله حتى اذا تجي تراب ولا شيء مو تمنعها بالكامل، لا تحد منها تقلل. اللي بيربوا راح يستفاد، راح يقوم يعني نسبه التلوث تقل، راح يرتاح بالاجواء هاي. صح. شو اسمه حتى منظر حلو يصير يعني المدينه يعني. زين، برايك على مود نتساعد كلنا، مو المفروض هاي الاشياء تبدي من البيت؟ يعني نزرع مثلا مكان عندنا فارغ بالبيت، حديقه مكان فارغ لازم نسويها ونرتبها، مو؟ اي يعني ذيك المره شفت بدوله يعني خليجيه بدون ذكر اسماء، لان ما احنا مو ما نحب نقارن يعني، احنا افضل من الكل كتاريخ، بس شفت انهم مسوين حمله يمكن مليار شتله او هيك لمده 10 سنين، المواطنين كلهم جاي يتعاونون يعني يسوون تشجير وهاي كل مواطن. قبل كم يوم اكو مجموعه من الشباب العراقيين نزلوا للشارع خصوصا بالمحافظات الوسطى وبغداد. صح، بالكوت يعني اطلقوا حمله. أي. هي حمله التشجير. شنو رايك بالمشروع؟ اليوم اذا تشوف مثلا كل منطقه شعبيه بيها خلينا نقول 100 شاب، ف 20 شاب منهم يتطوع على انه يجيب شتله ويزرع بمنطقته. هي مو هيك تصير، المفروض المؤثرين يعني المشاهير بالسوشيال ميديا. صح. مو التهم بس بالاعلانات والهاي. يعني هم يعني يعطون حق للمواطن، يعني شلون تقول انت مؤثر تتابعون مراهقين كبار هاي ياثر عليهم، مو انا اثر ما اقدر ما حدنا، بس كمؤثرين صناع محتوى اعلاميين هم يعني لازم شلون تقول يشجعون الناس انه يسوون حملات يسوون جروبات هيك شيء. اكيد الشاب يعني مو وحده ما يقدر يصير له واس اذا شاف مجموعه راح انا هواي اشكرك حبيبي وفرحان مشاركتك في البرنامج. خدمتك. كلمه اخيره توجهها لكل الشباب. والله عاشتيتكم على هذا يعني البرنامج شلون تقول الفكره، راح اشجع باقي ان شاء الله القنوات هم تسوي هالشيء ان شاء الله يا رب نستفاد كلياتنا. وانا اشكرك. شكرا جزيلا حبيبي. شلون هالنظاره؟ فتشي استمر علي. لا يا ابو حسن دويش. اليوم اخبصكم خبص بالنظارة، والنظارة مو مالتي، مال حسن دويش. اكيد بعدنا متواصلين وياكم برنامج على الماشي اللي يجيكم عبر شاشة الفرات الفضائية، بس لحد الان يعني ما حد قال لي شلون هالنظارة؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك اليوم؟ شلون الصحه؟ الله يخليك. الله يسلمك. احنا برنامج على الماشي من شاشه الفرات الفضائيه. محور حلقه اليوم نحكي بيه عن موضوع مهم وموضوع عام، اللي هو يعني المساحات اللي مليانه تصحر واللي ممكن نحولها الى مساحات يعني خضراء على مود تفيدنا وتفيد مجتمعنا وبنفس الوقت تنطينا اكسجين. برايك شنو يعني شلون تشوفين الموضوع؟ والله انا اشوف انه اول شيء هو نزرع حتى على مود هذا التصحر نخلص منه، لان يعني قبل ايام والله صارت تراب مو طبيعي هنا ببغداد. مع الاسف انه بغداد اللي هي اكثر شيء انه تراب يصير بيها. جيد. اي عين مثل ما يقول عين الدولة هم ويانا، لازم لازم صحيح. صح. وبعد ان شاء الله هو كل شيء بيد الله. تمام. سبحانه وتعالى. انت كمواطنة وبالبيت مثلا، احنا كنا نعرف كل بيت اذا ما في مساحه خلينا نقول حتى لو على الاقل مترين يعني 3 امتار حديقه، مو؟ صح. هو عايفه فارغه. صحيح. زين هي ممكن بشتله او شتلتين توفر اكسجين بالبيت وحتى تفيد المنطقه. صحيح. هنا ببغداد انه مو شوف كل المناطق انه يطلع برا يسوي حديقته يرتبها كجماليه، احنا اهل بغداد يعني المفروض غير شيء. انا اطلع مكان مثل كربلاء اروح نجف اشوف ما شاء الله غير شيء، هواي هواي محافظات حلوه صارت احلى من بغداد. زين انت شنو نصيحتك للشباب وللعوال والناس اللي والله شعبه؟ زرع اذا ببيته واذا خارج بيته المفروض زراعه زراعه اول وثاني. زين برايك شنو يعني شنو الشتلات اللي ممكن تفيد العالم اللي يزرعوها؟ والله احنا ما شاء الله معروف علينا زراعة النخل. النخل مع الأسف انه هاي كلها صارت ما صارت حالة داعش وهاي السوالف كلها تعرف بعد قرارات مثل ما يقولون دولة وهاي واحد يعرفون. زين احكي لي باخر ترابة وين كنتي؟ ترابة هنا وكربلاء. هاي آخر ترابة؟ آخر ترابة. شلون واجهت العواصف ترابة؟ هاي عادي متعودين احنا ننظف ونرتب وهاي شو نسوي، هي الحياة ايش تمشي. انا اعرف انه انتم آخر فترة اي خاصة وانتم امهات بيت وربات بيت تأذيتوا تنظفون بالليل الصبح تلقون ترابة. شو نسوي الحمد لله والشكر. المهم مثل ما يقول العراق بخير وقناة الفرات طبعا بخير يا ربي. شكرا ويوفقكم جزيلا. يا ربي. كلمة أخيرة ونصيحة أخيرة توجهها لكل الناس اللي يشاهدون. والله أتمنى الصحة والعافية كل العراقيين، لأن هذا الشعب يعني مظلوم. جيد. وربي يوفقنا، وهاي الشباب تلقى مثل ما يقول طموحه، يعني كل واحد عمل شغله شيء هيك شيء ماكو. انا وايد اشكرك وشاكر تواجدك، وهذه هديه بسيطه مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه. شكرا جزيلا. ممنون. حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا لقناه الفرات. ربي يحفظكم. الله يسلمك. اهلا وسهلا. حياك الله. اكيد بعدنا مستمرين معكم برنامج على الماشي اللي يجيكم عبر شاشه الفرات الفضائيه، حتى تعرفون تفاصيل هاي الحلقه. خليكم. فتشي استمر علي. لا يا ابو حسن دويش. اليوم اخبصكم خبص بالنظاره، والنظاره مو مالتي، مال حسن دويش. اكيد بعدنا متواصلين وياكم برنامج على الماشي اللي يجيكم عبر شاشه الفرات الفضائيه، بس لحد الان يعني ما حد قال لي شلون هالنظاره. السلام عليكم. شلونك اليوم؟ شلون الصحه؟ نرحب بك اجمل ترحيب برنامجنا على الماشي. اهلا بك. اكيد عبر شاشه الفرات الفضائيه. اهلا وسهلا بك. مساء الخير. مساء النور. شلونك؟ زين الحمد لله. شو اسمك؟ لهب. ها؟ لهب. يا هلا برهيف، اهلا وسهلا. زينه؟ زين الحمد لله. اليوم موضوعنا وموضوع حلقة اليوم ومحور حلقة اليوم نحكي به عن المساحات الخضراء. نعم. للأسف اللي بدينا نفقدها بالآونة الأخيرة لربما حتى ببيوتنا بمناطقنا وحتى بمحافظاتنا. اي نعم نعم. وانت شلون تشوفين هذا الموضوع؟ والله أنا بالنسبة لي من محافظة ديالة مع الأسف أغلب بساتين ديالة تحولت إلى شلون أوصف لك دور سكنية. يعني قامت تتقطع مساحات وانباعت وأصبحت دور سكنية وانبنت واللي قعد بها واللي استغلها
وهذا شيء يعني حاله يرثى لها مع الاسف. انا بالنسبه لي ضد هاي الفكره، افضل زراعه الاشجار والاثمار. يعني هسه البرتقال احنا مشهورين به بدياله، البرتقال هسه حرامات يعني كل اللغة هذا الشيء. يعني اصبح الى هذا الحوار انا يعني دائما من اروح بدياله انقهر على هذه الوضعيه، يعني مع الاسف البساتين هاي الحلوه الخضراء. اكيد تحيه حب الكل اهلنا بدياله. اهلا بك، الله يسلمك. زين برايك شنو الاشياء والمواد اللي تنقصنا على مود نقضي على هذا التصحر؟ طبعا الماء يعني اغلبيه البساتين تعاني من قله المياه. يعني هسه تصور يعني المطارات مال الماء اللي يسحبون من عندها من دياله صعبه، مو اي واحد يعني يجيبها. مو لان المطار هو غالي، لا مو المطار غالي، اول شيء البنزين، واغلبيه الناس ما عندها يعني شراء، يعني دائما يعني كل يوم هي شيء اكيد. احنا يوميا لازم نزرع، العفو يوميا لازم نسقي الزرع. هنا نسقي الزرع يعني صعب، حتى الزرع من كل يوم نزرع. ومنين تسقي؟ يعني من جوا، من ارض، يعني شلون اوصف لك؟ من نهر دياله. نهر دياله يعني بصعوبه يسحب المطار وتصعد الى الارض اللي مرتفعه. صح. زين يوم انت شنو نصيحتك للشباب وللعالم؟ حتى لربما يكون يعني على قولته هن امهات البيوت اللي عندن حديقه بالبيت، حتى اذا كانت ترى مترين، نصيحتك لهم؟ بالنسبه لي عندي حديقه بالبيت، مساحتها الحمد لله والشكر واسعه. يعني من مجرد اروح بيها ازرع ورده، من يعني ابعد بيها على واشوف منظرها الحلو، يعني انا من نفسي ترتاح نفسيتي صراحه. وانا دائما ايدي بها، وانصح يعني كل وحده يعني يزرعون مساحه ببيتهم. ليش؟ لسبب، اولا شيء يعني القضاء على الامراض، يعني احنا هنا اذا ما عندنا زرع بالحديقه، اول شيء يعني حيكثر ثاني اكسيد الكربون. صح. اي، والاكسجين حيقل، وهذا يعني حيسوي امراض. اخر مره زرعتي فيها شو وقت؟ والله تقريبا قبل اسبوع. ايش زرعتي؟ جبت تيه للحديقه، وجبت مجموعه من الازهار زرعتها. اخر ترابه انا متونسه بيها. اخر ترابه وعلى قولتها ان اخر عجاجه وين كنت؟ بالنجف. اي والله هناك كنت. والتراب هناك عذرني. اي اي الله يعينكم ان شاء الله. الله يسلمك. شاكر تواجدك بالبرنامج. هذه هديه بسيطه على مود تشجع التشجير بالعراق ان شاء الله، اكيد من قناه الفرات الفضائيه. شكرا جزيلا. الله يسلمك. حياكم الله. الله يسلمك عيونك. ما محتاجه شيء. لا انت مو هواي حكيتي؟ ها؟ هواي حكيتي مو؟ لا. اي شكرا. باي باي. شلونك؟ الحمد لله بخير. صحة؟ الحمد لله تمام. انا حبيت الكاركتر مالتك. بس راح اقول الكاركتر يشبه اموري ادري. حياتنا زميلي اخوي اموري. احكي لي شلونك ويا الزراعة بالبيت؟ زراعة كلش احبها، اصلا هواية امارسها مرة. يعني تزرع؟ اي ازرع. زارع احكي لي. زارع الفاصوليا، الطماطم، الخباز، اشكال الزرع زارع. اها والله. نخل الزارع؟ النخل عمي سابقا كان زارع، وانا ظليت كل شهر ثامن يصادر اصعد انزل التمر واعتني بهن وانظف. حبيت والله حبيت الموضوع ويشجع. شوف احنا محور حلقه اليوم نحكي بيه عن المساحات الخضراء، المساحات اللي 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 تعطينا اكسجين، بما انه احنا تعرف العراق بالفتره الاخيره يمر يعني بحاله تصحر حاله كلش قوي، وهاي مساحات فارغه صحيح، وصايره يعني مو بس ترابه، صحراء قاحله. صحيح. والدليل انه احنا مرينا بالفتره الاخيره بهاي الاتربه اللي ضربتنا. صحيح. شفت شنو الاشياء اللي ممكن نسويها على مود نقضي على التصحر في العراق؟ اول شغله عندك اكو مساحات فارغه وشبه صحراويه اللي هي بين الرمادي وبين كربلاء والنجف. هاي المساحات اللي ممكن ينزرع بها احزام اخضر، اشجار صنوبر او اشجار عاليه او النبق او غيرها وغير النشاط. اذا شفت مشاريع العتبات المقدسه بدات تزرع بكربلاء، وهذا شيء اكيد يحسب للعتبات وخطوه ايجابيه يحسب للعتبات طبعا. هذا مثل ما تقول مزار لعمه هناك، وهناك كثافه سكانيه عاليه من الزوار، فمن راح صادفهم عاصفه ترابيه راح تسجل عندهم حالات اختناق عاليه. عفي علي. ابسط شيء قبل فتره منطقه قريت من المستشفيات مسجله 1048 حاله اختناق. زين حالات الاختناق من ضمنهم حالات الربو هذول اللي ممكن يتعرضون للوفاه. صح لو لا؟ صح. هاي كلها مشاكل نعاني بها، بغير ذلك شحه الماء اللي هي ضروريه للزراعه عندنا. انت هسه من تسوي حزام اخضر غير يكون عندك مي. صح. او مساقي حتى تقدر تزرعها بشكل صحيح. صح. وهي رياح غربيه، يعني كلنا متفقين عليها، رياح غربيه راح تجينا بس من الرمادي والمناطق الغربيه. الحزام لازم يكون من ذيك الجهه حزام مركز كلش، لان يعني انت من الشمال ومن الشرق عندك جبال وعندك مزارع وعندك
هواي 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 مصدات للتراب فعلا. هواي مطبات للتراب اللي ما راح تخلي الرياح الشماليه توصل لك. الضروري اللي احنا نحتاجه حزام اخضر بالمناطق الغربيه على مود تسد لنا هاي الحاله من التراب. بما انه التشاب عراقي مثقف واعي حبيت الحوار بيني وبينك الله شاهد، كلمة توجهها لكل الشباب اللي بعمارنا يشاهدون ليش الاشياء اللي سووها على مود نقضي على تركت صحر ممكن يصير في البيت اذا عندك مساحه فارغه وانت ما مستغلها بصوره صحيحه ما مسويها حديقه وموفر اكسجين او بيئه الات يقضون بها على التصحر. اي يعني هسه اقول لك على التشجير وازرع بباب بيتك، هاي يمكن الكلمه كليتها قالوها، بس ابسط شيء ابسط شيء الظليات تستخدمها. عافيه عليك. الظليات من راح استخدمها؟ الظليات اللي هي النباتات الداخليه. النباتات الداخليه اشجار البرتقال اللي راح تخلي النباتات الجو ما تتعرض للشمس القويه الحارقه. عافيه عليك. فما تموت. عافيه عليك. راح يبقى الزرع عنده مستمر، واي اوراق تتساقط عنده من الظليات راح تكون سماد للزرع، مساعد للزرع، راح تولد عندك اكسجين. بالاضافه لذلك احنا لازم نحتاج الزرع، لان هاي الاونه التصحر وجفاف المياه والحراره العاليه جاي تكبر من ثقب الاوزون عندك. ثقب الاوزون كلته نعرف اشعه مالته اذا سلطت على البشر تضرب سرطان جلد. انا هواي اشكرك الغالي فرحان بتواجدك. احنا بما انه حلقه اليوم استثنائيه راح نعطيك فد هديه، هذه الهديه انت حر بالتصرف بها، وانا انصح انه تشتري بها فشلات لا تزرعهم بالبيت. اجيب لي الفرن مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه. شكرا جزيلا. ممنون يا ورد. غالي حبيبي شرفتوني. حياك الله. اهلا وسهلا. الله وياك. هلا بالورد. اكيد بعدنا مستمرين وياكم برنامجنا على الماشي اللي يجيكم عبر شاشه الفرات الفضائيه. اخوان الكل يعرف يعني احنا العراق احنا بلد عظيم، بلد له تاريخه وله ثقافته وله ارثه الحضاري، يعني ما من الممكن احنا راح ندخل على 23 واحنا بعدنا عندنا مساحات فارغه ومساحات مليانه تصحر. خلي نبدي من البيت، يعني ممكن العائله بالبيت تشجع اطفالي هاي اليوميه اللي تعطيها الالف والالفين لابنك، شجع على انه يروح يشتري شتله من المشتل ويزرعها بالبيت. شجع ابنك الشاب على انه يشتري شتله ويسوي فد فريق تطوعي هو ولد منطقته ويزرعون بالمنطقه، لانه كل هاي عوامل مساعده، يعني لا كل شيء ندبه على الدوله والحكومه، اوكي هذا واجبهم ومن الممكن ان يقومون به، بس احنا هم خلينا نساعدهم لان ايد واحده ما تصفق. الله يحفظ العراق والعراقيين، وانا هواي احبكم. شلون صحة؟ شبارك؟ على الله. زين؟ مشتاقك. شو اسمك؟ هلا بامير. زياد عمرك؟ 20. وين بيتكم؟ لا لا على راسي بس سؤال، انت ليش عصبي؟ انت تزرع بالبيت؟ زراعه يعني هاي ما ادري شنو؟ زراعه؟ ايه ازرع. عافيه عليك. الحجيه تحب السؤال زرع ما زرع. تحب الزراعه؟ ايه. بريك شنو الاشياء اللي ممكن نسويها على نقضي على التصحر؟ التصحر شغله بسيطه هي. كل بيت عراقي يقدر يزرع على اقل شيء شجره، شجره صغيره من كل 2000 دينار. غير ادري ايش. اي ابو مشاتي. شجره صغيره ونرس. عافيه عليك. خليها باب البيت باب الحوش ليش؟ شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. محمود ورد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اليوم اخبصكم خبص بالنظاره. والنظاره مو مالتي، مال حسن دويش. شلونك يمك؟ هلا وعيني هلا. شلون صحتك؟ والله الحمد لله. عافيتك. الله يخلي الحمد لله والشكر. زين ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. خلينا نحكي ما لا تهمني. اي. على مود توصل الفكره بسرعه. نعم. لكل الناس اللي يشاهدوني. نعم. يصير سهله. ايه. شنو رايك بالزراعه؟ والله الزراعه روعه. اها. يعني الخضره تخبل. حلو. حدايق كانت عندنا وزهور. البلد المفروض ينزرع. صح. حدايق منتزهات الخضرة حلوة تمنع أشياء هواية نفسيتك ترتاح من تشوف خضرة أو خضار بصورة عامة بصورة عامة إيه بصورة عامة بالشوارع بالمنتزهات يوم بالبيت هم تزرعين يعني شتلات إيه والله كان بيت أبوي 400 متر حديقة آه الله كانت عندي إيه باعوا فبقت عندي حديقة صغيرة الحمد لله الحمد لله تزرعين بها لحد الآن أيه. اليوم شنو الرسالة اللي توجهها لكل الشباب اللي يشاهدونا على موضوع التشجير على مود نطلع ببيئة بيئة مليانة أكسجين ونظيفة؟ والله الشباب إن شاء الله شو أقول؟ الله يحفظهم. الله يسلمك. أي والله يا ريت يسوون هيك فكرة، يا ريت يتعاونون يسوون جمعيات تبرعات. عافية عليك. لأن هم الشباب ما عندهم إمكانية. صح.
المفروض يعني يتفقون فج جماعة وتبرعات ويسوون هالشيء. يسوون فريق فريق يعني ليش لا؟ اي ليش لا؟ ليش لا؟ زين برايك شنو المقومات اللي يحتاجها البلد على مود نقضي على التصحر الموجود في العراق؟ مثل اقول لك بناء، يعني انت تشوفينها ست المناطق الفارغه والصحراويه في المحافظات. نعم حارين بس نجيب ونبني، ما عندنا موضوع زراعه، يعني ما خلينا حزام اخضر لا المحافظات ولا البغداد. اي ويقول لك ماكو دعم، المفروض الحكومه تدعمهم حتى يتشجعون. مش اقول لك يسوون جمعيات ويتفقون الشباب بيناتهم ويسوون منتزهات صغيره اشجار على الطرقات. أنا وايد أشكرك فرحان تواجدك ويانا اليوم. الله يخليك. سأل الله العظيم رب العرش العظيم إنه يطول بعمرك ويوفقك. الصحة والعافية أهم شيء. بما إنه محور حلقة اليوم من برنامج على الماشي نحكي به عن التسجيل والقضاء على التصحر، أنا راح أعطيك هدية مقدمة من برنامج على الماشي شاشة الفرات. شكرا جزيلا، وهذه هدية بسيطة مقدمة من شاشة الفرات. شكرا جزيلا، الله يوفقكم يا شباب وإن شاء الله يحفظكم وتسوون بلد جميل مثلكم. شكرا جزيلا اليوم. ان شاء الله مستقبل زاهر. حياك الله، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك؟ الحمد لله. ان شاء الله ربي تكونين بخير. اهلا وسهلا. احنا برنامج على الماشي من شاشه الفرات الفضائيه. اهلا وسهلا. محور حلقه اليوم نحكي به عن المناطق او المساحات الخضراء، يعني اللي ممكن احنا نزرعها، اللي ممكن احنا نسويها، اللي تغذينا اكسجين تفيد البيئه، بما انه احنا نمر بمرحله تصحر عظيمه. ايوه. شلون تشوفين الموضوع؟ اكيد قلت الوعي همين، قلت يعني الاشجار اللي دا تصير، قلت المي اللي دا تصير، بدي اشوف مثل النهار شلون طافي سبحانيه، فالوضع يعني شويه دا يأذينا. زين برايك كمواطنه شنو المقومات او الاشياء اللي ممكن تساعد على انه نقضي على التصحر بالعراق؟ كنت نزرع شجر، اشجار، مستورد شغلات، يعني وايد شغلات. منين نبدي برايك؟ نبدي من العائله، من البيت، ومن انفسنا، ولا نبدي من المؤسسات الدوليه؟ من البيت، منك، من ذاتك اصلا تبدي. هم زارعه فد يوم شتله زارعه؟ اكيد. بالبيت؟ حديقه طبعا. حديقتكم؟ لا مو حديقتنا، كان حديقه والد يعني في بيتي. اها. اي كنا نزرع هيك. ترى طبيعي حتى اللي ما عنده مكان حديقه ممكن يجيب نباتات ظليه. هي اصلا تطير يعني طاقه. صح. انت هسه خلي لك زرعه وسط بيت طاقه لك. احنا حتى أكو السلبيه أكو تروح كلها. صح، عافية عليك. احنا على مود يعني نفهم العالم اكثر. اكيد. حتى اللي قاعد بشقه وما عنده مساحه، احنا سحانية بشقه يعني خالين، ممكن يجيب نباتات ظليه، هواية صبار، عندنا عصا موسى، هاي كلها شغلات طاقه. زين. فيعني احنا نشجع اصلا. عافية عليك. احكي لي باخر ترابه وين جتي؟ لا والله تتوظف بالبيت وهنا. الله يعينك ويوفقك. يعني حساسيه وهاي، بس يعني احنا تعودنا. اها. عراقيين متعودين على كل شيء. هاي ما اخذ هواي من وقتك. اي اهلا. كلمه اخيره توجهها لكل الشباب اللي يشاهدونا على ود نقضي على التصحر ونطلع بعراق. اتمنى نسوي حمله جميل اصلا. وجديد. اها. نسوي حمله يعني. نسوي حمله. الشباب زي ما نسوي حملات على انه نطلع على هواي امور مثلا الشغل والوظيفه الري. كل لازم نسوي حمله يعني. نسوي حمله تشجيع. الحملات موجوده اكيد والشباب العراقيين ما يقصرون. اكيد. واحنا نشوف يعني على السوشيال ميديا. رجال ان شاء الله. الله يوفقك ان شاء الله ويوفق كل الشباب العراقي. ليه. غايتنا وغايه الفرات وغايه البرنامج ان ندعم الطاقات الشبابيه. انا راح اعطيك هديه مقدمه من برنامج على الماشي من شاشه الفرات الفضائيه، انت حره بالتصرف بيها، بس بما انه احنا اليوم نحكي عن القضاء على التصحر. اول شيء حجيب لي زرعه. اتمنى جد اتمنى وتكون يعني بشقتكم ان شاء الله. سلامنا للعائله، وهذه هديه بسيطه مقدمه من شاشه الفرات الفضائيه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا. شكرا اختي العزيزه، حياك الله. حمود شلونك؟ زين الحمد لله. مشتاقين؟ على ما نعرف العالم حمودي صديقي دائما انا اجي المول هنا نلتقي ونحكي ونسولف. حمودي ابداعات لامك شلون هالنظاره؟ حلو. فول 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 حلو. ليمتد ليمتد. واحد على واحد. واحد على واحد. لا ياب المخرج. لا ياب المخرج.
وصلت ياكم الختام حلقة اليوم من برنامج على الماشي اللي يجيكم عبر شاشة الفرات الفضائية. شكرا لكل الناس اللي شاركوني محور هذه الحلقة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، أنا مصطفى داخل، في أمان الله.